بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطانه. تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمن. قرينا مثلا في سورة، في أول سورة الكهف، وعدة أماكن أخرى. على كل حال هنا قالوا ربي يحب يوعيه، لعلك باخع نفسك، لعلك مش تذوب بالحزن على هؤلاء الذين لم يتبعوك إثر دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إيش بين خلاو القلب للكعب؟ شو على حال مش حاسبهم هما؟ منا اختاروا هما يتحملوا مسؤولية وتبعات اختيارك. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ربي يجيبوا الآيات، ولكن هما مطبوعين على نكران الآيات القرآنية أو الرسالية كلها ونكران الآيات الكونية. ما عندك ما تعمل معهم، هذوما صحوا روسهم إل بيرسيست إسيني. علاش يسون دي جو كما تقول أنت أفيك دي زوي نو بو با فوار ني أ دروات ني أ غوش. سي كوم سا لي زو هاغار فيكسي سون موفمون. أور سي جون لا دون سيت إيتا لا سيرون لي هوت de l'enfant. Naoud, inshallah.